استاذ مصطفى، عايز اعرف اول يوم، يعني كتير بيقولوا ان اول يوم في الاقلاع عن التدخين بيبقى اصعب يوم، ولو عدى بسلام خلاص الدنيا بتمشي. إيه؟ اول يوم بدي اشبه لك مثل يوم الصيام، شلون لما تكوني صايمه بتحسي راسك مصدعه جدا. ايوه مصدم. اول يوم هيك بيكون وبتشعر كثير يعني بصعوبه بترك التدخين. اول يوم هي اول جمعه بتكون صعبه كثير كثير. اول اسبوع اول اسبوع بتكون كثير كثير صعبه، بس شوي شوي بتصير يعني مثل ما تعودتي تشربيها تتعودي تتركيها يعني. هي طبعا بدايتها بتبقى متدرجه، ما بتبقاش بنفس يعني مش بتشرب كل يوم او في اليوم اكتر من مره، كذلك الاقلاع بيبقى تدريجي. انا تدريجي تركتها. يعني مثلا كنت لو بتشرب في اليوم 3 سجاير بدات تقلل ولا؟ لا انا كنت اشرب اليوم باكيتين. يا نهار ابيض. وبلشت اتركها. طبعا الارهاق ببين بوشي اكيد الدخان، يعني من الدخان اللي كنت اشربه، كنت اشرب باكيتين وبلشت اتركه بالتدريج.